السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام. كيف يعيش رواد الفضاء في الفضاء؟ يشاهد الكثيرون رواد الفضاء عبر شاشات التلفاز وهم يسبحون في الفضاء الخارجي وكيف يحلقون في الفضاء، وهذا ما يثير اهتمام الجميع ويعد جزءا غامضا يحاول أغلبنا التعرف عليه وعلى أسراره، وسنأخذكم في جولة الآن للتعرف على ذلك. فحياة رواد الفضاء لا تشبه الحياة على سطح الأرض التي نعيش عليها، فالعديد من الأمور تختلف ما بين هنا وهناك، فالحياة بالجاذبية لا تشبه أبدا الحياة بانعدامها، كما أن الحياة في الفضاء هي من أصعب أنواع الحياة. فبينما يعاني رواد الفضاء في الحياة اليومية هناك، بينما نحن نمارسها على سطح الأرض بشكل يومي واعتيادي، لذا يتدرب رواد الفضاء بشكل حثيث على العيش في الفضاء قبل الصعود إليه، فهناك أساليب خاصة في الحياة في الفضاء، وهناك أنظمة غذائية معينة يجبر رواد الفضاء على تناولها لمدة عدة أشهر. يرتدي رواد الفضاء ملابس تلائم كل مرحلة يمرون بها، فهناك بدل خاصة بالمشي خارج السفينة الفضائية، وكذلك هناك بدل خاصة بالإقلاع، وبدل لممارسة التمارين الخاصة برواد الفضاء. ولكن رواد الفضاء لا يغيرون ملابسهم لفترة طويلة، حيث لا يتم غسل الملابس في محطة الفضاء الدولية لعدم وجود المياه، الأمر الذي يدفع رواد الفضاء لارتداء ملابسهم وجرابهم لفترة طويلة قد تصل لشهر كامل. ولكن الهواء والجو العام ضمن المحطة الفضائية يتسم بالنظافة الشبه كاملة. أما مسألة تناول الطعام في الفضاء تحديا فريدا من نوعه لرواد الفضاء بسبب انعدام الجاذبية الأرضية، فلو تركت قطعة من الطعام لوحدها فإنها ستعوم في الجو وتنتقل في أرجاء المركبة الفضائية. وتبدو أيضا مسألة السيطرة على جرعة شرب الماء ليست بالأمر اليسير، لأنه لا يمكن وضعه في كأس ليبقى فيه دون أن يعوم. ولكي يبقى رواد الفضاء ويستمر أطول فترة ممكنة للعيش في الفضاء، فيأخذون معهم الطعام المجفف بشكل كامل مثل الفاكهة، أي يكون خاليا من الماء بشكل نهائي، وهذا الطعام يكون محفوظا في شكل بودرة مجففة في أكياس بلاستيكية معقمة ومحكمة الإغلاق، وذلك لمنع البكتيريا من الوصول إليها. ويضيف إليها الرواد المياه بأنابيب قبل تناولها من الأكياس المضغوطة. وعندما يتناولون الطعام يجلسون على طاولة مثبتة في جدران السفينة الفضائية، ومن ثم يثبتون أنفسهم بهذه الطاولة باستخدام أربطة، وتمنع الأغذية التي تسبب النفخة ليس بسبب رائحة الغازات الكريهة فحسب، وإنما أيضا لانتشار غازي الميثان والهيدروجين اللذين ينتجهما الجسم البشري واللذين قد يحدثان انفجارا. وبالنسبة لشرب القهوة في الفضاء، يقوم الرواد بهز الكوب بناحية الفم وينتظرون حتى تنفصل القهوة عن الكوب وتطفو بناحية الفم. وبالنسبة لقضاء الحاجة، السفينة الفضائية تكون مزودة بخزانين، واحد للفضلات الصلبة وآخر للفضلات السائلة، وعند استخدام هذين الخزانين يثبت رائد الفضاء قدميه بأرضية السفينة ويثبت على أعضاء التناسلية محقن للإخراج به، وهذا المحقن يمكن استخدامه في حالة الجلوس أو في حالة الوقوف. وعند التشطيف يستخدم رواد الفضاء الهواء بدلا من استخدام الماء، وبعد ذلك تتم عملية تنقية للهواء المستخدم من البكتيريا وكذلك الروائح الكريهة، ثم يعاد مرة أخرى للسفينة.
والتخلص من هذه الفضلات الصلبة يكون بتجفيف الفضلات الصلبة وضغطها ويحتفظ بها لحين العودة إلى الأرض، بينما الفضلات السائلة تطلق في الهواء. وبالنسبة للاستحمام، الاستحمام في الفضاء لا يكون كالاستحمام على الأرض تماما، ففي الفضاء يستحم الرواد بفرق أجسامهم باستخدام قطعة من الأسفنج المبلولة بالصابون والماء، ومن ثم يشطفون أجسامهم باستخدام قطعة أخرى من الأسفنج المبلولة بالماء، بينما يجففون أجسامهم باستخدام خرطوم هواء ومفرغ يشبه خرطوم المكنسة الكهربائية. ولكن يسعى الباحثون إلى تطوير شاور في السفينة الفضائية، وهذا الشاور سيكون مغلقا بشكل تام حتى لا تنتقل الماء منه إلى السفينة. وبالنسبة للنوم، تكون السفينة مزودة بوحدات نوم خاصة، حيث يتم تركيب أكياس النوم الخاصة على الحائط وتثبيتها. ومن الأشياء المثيرة هي وجود مروحة توضع فوق رأس الرواد أثناء نومهم لتقوم بإبعاد غاز ثاني أكسيد الكربون الذي يطرد من الجسم أثناء عملية الزفير لكي لا يتسبب باختناق الرائد. وبالنسبة لقص الشعر، فيوجد مقص شعر موصول بمكنسة كهربائية لمنع انتشار الشعر المقصوص في المقصورة، ويعتبر البكاء من العمليات غير المحببة في الفضاء كون الدموع لا تسرح على الخدين، بل وعلى العكس حيث تتجمع حول مقلة العين وتتسبب بحرقة في العينين كلما زاد حجم الدموع، ويتم التخلص من الدموع باستخدام منشفة خاصة، كما يتم منح الرواد مرهما خاصا من أجل ترطيب المنطقة المحيطة حول العين. يصاب رواد الفضاء بالعديد من الاضطرابات والأمراض، وهذين الأمرين ناتجين عن فقدان الجاذبية في الفضاء. ومن هذه الاضطرابات الاضطرابات البصرية بسبب تداخل الإشارات السمعية مع الإشارات البصرية، كما أن احتمالية إصابتهم بهشاشة العظام ترتفع، وذلك بسبب فقدانهم 1.5% من كثافة عظامهم. فمسألة البقاء أقوياء مسألة ملحة، لأن أجسادهم تختلف عندما يكونوا في الفضاء، حيث أن الجزء السفلي من أجسادنا مع الأرجل هي المسؤولة عن حملنا وتحمل أوزاننا على الأرض، مما يحافظ على بقاء عضلاتها قوية. أما في الفضاء فإن الأمر مختلف، لأن رواد الفضاء يبقون في حالة عوم ولا يستندون على أرجلهم وعضلات الجزء السفلي من أجسامهم لتحملهم، وهذا بدوره يؤدي إلى ضعف في ذلك الجزء من أجسامهم، سواء لعضلات الأرجل والظهر مع ضعف في عظامهم، ويصبح الجلد في منطقة الكاحل طريا لانعدام المشي على منطقة صلبة كسطح الأرض. وهذا الأمر يستلزم القيام بتمارين رياضية مستمرة أثناء عيشهم في الفضاء، فيكرس رواد الفضاء 2.5 ساعة يوميا من وقتهم للرياضة، حيث تحتوي المحطة الفضائية على عدد من الأجهزة الرياضية التي يستخدمها الرواد، خاصة تلك التي تستخدم فيها الأرجل. شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام، وإلى اللقاء.